صاحبك علم عليا اللي اتمسكرت ونقطني. ما تركبش نفسك الغلط يا براء، كفايه كده. خميس مش هيسكت وتعرفه كويس. ومين قال لك يا مزه انا عايز اسكت؟ انت بتعمل ايه يا مجنون؟ علامه صغيره تبقى تذكار عشان لما تبقي في حضن حبيب القلب يبقى يشوفها. تروح تراضي رمانة وترجعها الشغل هنا تاني، عايز اجي المرة الجاية اتفرج عليها. امرني يا باشا امرني. اخبار الشغل هنا ايه؟ كله تحت السيطرة. شوفيتم معي مجيلكش في حاجة وحشة يا اخويا. اللي معايا بره ده الدكتور هيمن الهردة، مصدر تقيل قوي في الاستيراد. لانك معاه هيبقى في شغل كبير قوي انت هتوزعه، وحصتك هتبقى الطقطقين كتير عليا ان اكون خدام ساعات. طبعا ده في حالة رجوع رمانة. الراجل يا اخويا كان جاي نفسه يتفرج عليها. ما تكسرش بخاطره وبيضون، فاهم؟ مين قال ما ترجعش؟ انا قلت ما ترجعش، هي قالت ما ترجعش، رجعت يا باشا وشلناها على راسنا من فوق. بلاش راسك يا اخويا، احسن تتزحلق. انا عايزك تشيلها جوه عينيك، فاهم؟ امرني امرني يا باشا. شاطر يا مالت.
قوي قوي قوي. الله ايدك يا معلم، الله ما يصحش كده يا بنت، ما تفهمنيش غلط. امال انا بس عاوز اوجه صوابك على الحته اللي تعبالي هنا. طب اهو. ايوه اهو كده. انا بس خايفه تكون ايدي ناشفه عليك ولا حاجه. ناشفه ليه؟ ده ملبن ومحشيه لوز كمان. لا لا لا، بخيل بخيل يا بنتي، قلت لك بخيل. حد يسمعنا؟ امال الله. طب كده حلو. ايوه حلو. ايوه. وهنا وهنا الحته بتوجعني. ايوه كده. الله الله اهو كده. شفتي؟ ايوه اهو كده. حلو قوي. ايوه ما تخافيني كمان. تقومي شوفي شغلك. امال في ايه بس يا معلم؟ ما احنا كنا كويسين. الله قلت لي غوري غوري. ايه يا لهوي، سيب راح. ما تسيبها يا حاج، تدلك لك رجلك يمكن تطلع على ظهرك، لا يكون قافش ولا حاجه. مش طالبه نقورتك يا خفيف. ولا نقوره ولا حاجه. افضي سكه انا. تعيط اجري انت يا بنت. بالاذن يا معلم. بالإذن يا سيبراء. بالسلامة يا ست. أنت كنت غطسان فين يا قد ده كله؟ ولا حاجة، كان عندي مصلحة كده يا طياري. أنهي مصلحة دي؟ الله، في كل شهاد كبرت وبشغل حسابك قول لي، على الأقل أفرح لك. حسابي إيه بس يا حاج؟ لا حسابي ولا حاجة. دي كانت مصلحة كده عدايق يعني. مش كان في معادي الليله مع الرجاله عشان المصلحه اللي بجد؟ هي كانت الليله؟ يا اخويا كانت الليله والرجاله جم وقعدنا مستنيين جنابك عشان منى عيني اشوفك كبرهم. خلاص يا حاج ما حصلش حاجه. عندي المره دي. عندي وعندك دي هناك على القهوه او في حضن مراتك. إنما الشغل شغل، واللي ما يخافش على أكل عيش وما يستاهلش لقمته. ما خلاص يا معلم ما حصلش حاجة، دي أول مرة يعني. والمرة عندي ملاش تاني ياض. خلاص أنت مالكش في المصلحة دي. أيوة، ولو عايز تبقى فيها كبيرك هتاخد يومية أي صبي شغال فيها. إيه اللي أنت بتقوله ده يا حاج؟ صبيان يقولوا عليا إيه؟ عشان يبقى لك صبيان يا خفيف لازم انت تبقى كبير. الحكايه مش بالكلام يا ابن النوح، ده اخر القول ومش عاوز اسمع حسك تاني. فهمت؟ فهمت يا حاج، فهمت. سوريا سوريا سوريا. مشي مشي مستحيل. رجلي بالراحة بقى، ما تخليش يا خير عشان ما ازعلش. طبعا.